أصحاب السعادة بسم الله الرحمن الرحيم الأخوات والأخوة أعضاء المجلس الكريم أود في بداية هذه الجلسة أن أرفع باسمكم جميعا أصدق عبارات التهنئة والتبريك إلى جلالة قائدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة العيد الثاني والعشرين لجلوسه على عرش المملكه الاردنيه الهاشميه وان نجدد له العهد الوفاء والاخلاص عهد الاباء والاجداد الذين اقاموا صروح هذا الوطن الغالي جيلا من بعد جيل وبيعه من بعد بيعه تحرسه عنايه الله العلي القدير ويحميه جيشه المصطفوي الذي نحتفل كذلك بعيده المجيد بالتزامن مع انطلاقه الثوره العربيه الكبرى والمشروع النهضوي القومي مناسبات ثلاث نحتفل بها في غمره احتفالاتنا بالمئويه الاولى للدوله الاردنيه وبالعيد الخامس والسبعين لاستقلال هذا البلد الصابر المرابط الذي سطر في صفحات العز والفخار حكايه شعب ما تخلى يوما عن وطنيته الصادقه ولا عن عروبته الصافيه يبني حاضره ومستقبل ابنائه وبناته بالعزيمه والكد والبذل والعطاء معتمدا على ذاته مفعلا لقدراته وامكاناته ساعيا نحو التقدم والرفعه والازدهار رغم كل ما يواجهه من تحديات داخليه وخارجيه يتصدى لها متحدا متضامنا مع قيادته الهاشميه النبيله لا يعرف الياس ولا القنوط يمضي على قلب رجل واحد نحو اهدافه وتطلعاته المشروعه في العزه والكرامه والحياه الفضله في مثل هذا اليوم كان الاردن وما يزال على موعد مع عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يقود مسيره بلدنا وسط تحديات وازمات غير مسبوقه في تاريخ هذه المنطقه من العالم وها هو الاردن وشعبه ينعم بالامن والامان ويتصدى لقوى الشر والاشرار يحظى بالمكانه الرفيعه والتاثير المباشر في الاحداث مناضلا في سبيل الحوار الايجابي والتعاون المثمر والسلام العادل والحياه الكريمه للانسان في كل مكان فتحيه اجلال واحترام لقائدنا المفدى ولولي عهده الامين صاحب السمو المل... صاحب السمو الامير الحسين بن عبد الله والى شعبنا العظيم وجيشنا الباسل واجهزتنا الامنيه سائلا الله العلي القدير ان يعيد علينا هذه المناسبات الطيبه وبلدنا بخير وامن وسلام والسلام عليكم